السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي. هنا إن شاء بدنا نتكلم على مقاومة الحشرات للمبيدات الحشرية. سلايد هنا يتكلم إنه ترى المبيدات صح بتجيب نتيجة وصح إنها الحشرات للحشرات، لكن للأسف الاستخدام العشوائي بيخلي الحشرات تكتسب صفة المقاومة ضد المبيدات، بمعنى المبيد ما عاد يكتشف المبيد ما عاد يعني يكون له تأثير على هذه الحشرات. طيب، من اللي اكتشف الظاهرة هذه؟ العالم ميليندر هو اللي اكتشف إنه طبعا الحشرات ممكن تكتسب صفة مقاومة ضد المبيدات إذا كان فيها عشوائية في الاستخدام العشوائية بمعنى أنه أنا أستخدمها في أي وقت أي تركيز ممكن أنا أستخدمها أكثر من مرة من غير ما يكون في مثلا المعايير الأساسية لاستخدام المبيد في المكافحة Susceptibility <سؤال> strains اللي هي عبارة عن السلالات الحساسة بمعنى أنا لما يكون عندي مجموعة من الحشرات زي كده وأبخها بمبيد في عندي اللون الأبيض هذا يبدأ يموت فالسلالة الحساسة عندي هي عبارة عن الحشرات اللي تتأثر بالمبيدات حتى بالتركيز المنخفضة. التركيز العالية تقتلها تماما لكن هي ممكن تتأثر بالتركيزة المنخفضة كمان. أنا عندي السلالة القوية هي عبارة عن اللون الأحمر. اللون الأحمر كان هنا وما تأثرت بالمبيد وصارت هنا عايشة بعد المبيد. طيب لما تيجي تعطيني السكند جنريشن هذه الحشرات الحمراء أصبح المبيد جزء من جسمها فنلاقي انه هذا المبيد لما نبخه اكثر من مره ما عاد ياثر فيها فتلاقوها هي بكبرها تبدا تتكاثر هذا المثال بيصير حولنا بمعنى احنا عندنا لما يكون في ذبانه في الغرفه مثلا وكل يوم نبخها وكل دقيقه نبخها نلاحظ ان الذبانه ما عاد ياثر فيها المبيد وهذا فعلا بيصير يعني في حياتنا اليوميه فهذا المقصود فيه انه ترى في سلالات بتكتسب صفه المقاومه هذه المقاومه نتيجه للاستخدام العشوائي للمبيدات طيب هل في فرق بين المقاومة والمناعة؟ نعم، المقاومة هي عبارة عن صفة تكتسبها الحشرة أول ما تبدأ تتعرض للمبيد، يعني أنا عندي حشرة جديدة دوبها طالعة، أول ما عرضتها لمبيد خلاص أصبحت أصبح المبيد بدأ يدخل في جسمها، حندخل شويتين قدام في المحاضرة، ولاحظ أن المبيدات ممكن تتكسر في جسم الحشرة إذا ما تم استخدام التركيز المناسب للمبيد. لكن المناعة هي الكائنات بتنولد فيها يعني الحشرة بتنولد بصفات مناعية مختلفة لكن المقاومة لا فجأة اكتسبتها الحشرة أول ما تعرضت إلى مبيدات مختلفة أنواع المقاومة مختلفة عندي أول نوع Resistance behavior سلوك المقاومة بمعنى هو سلوك بتعمل الحشرة عشان تبدأ تبعد عنها المبيد يعني لو عندك مثلا ذبانة ولا صرصار أقرب مثال لما تجد بخوهم بالمبيد إيش تسوي تنقلب الصبصارة على ظهرها وتبدأ تحرك رجولها هذه الحركة صح إنه المبيد أثر يعني في 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 الجهاز العصبي أو أثر فيها لكن الحركة هذا البيهيفير اللي هي بتعمله تحاول إن هي تبدأ تقلل خلاص الهاي دوز اللي وصلها الجرعة العالية اللي وصلتها فالحركات هذه عبارة عن مجموعة من البيهيفيرز تحاول إن الحشرة آه تطرد على أقل جزء من المبيد اللي في جسمها وجاها من برا طيب هذا أول نوع الكوست المقاومة العرضية بمعنى أنا لو عندي المركب الكيميكال كومباوند مثلا في مثلا مليون مبيد لو الحشرة تعرضت لواحد مبيد من المليون هذه تبدأ تكتسب مقاومة ضد المليون مبيد هذا لأنه فيها نفس المركب فبمجرد ما يعني يواجهها مبيد في نفس المركب في يعني في مبيدات مختلفة خلاص تبدأ تتعرف على كل المبيدات فهذا احنا نسميه بإيه؟ بالكروس ريزيستنس او المقاومه العرضيه ليس سموها عرضيه لانه احيانا بيستخدم بعض المبيدات عشان يرش حشرات مختلفه لو انا جيت برش الدبان خلاص لقى ان المبيد اتاثرت به الحشره مثلا الناموس بمجرد ما تاثرت الناموسه بالمبيد حق الدبانه تلاقوها بدات تتعرف على كل المبيدات اللي ممكن تكون في نفس المجموعه فعشان كده سموها بالكروس ريزيستنس المقاومه العرضيه ميتابوليك <applause> ريزيستنس مقاومة أيضية بمعنى إنه الحشرة سبحان الله لو هي أنبخت بالمبيد بتراكيز مش التراكيز الموصى بها التراكيز المختلفة خلاص لما توصلها هتبدأ تدخل لداخل جسمها وتبدأ تكسرها مجموعة من الإنزيمات داخل الجسم فأنا حيكون عندي الأون إنزيم حق الحشرة نفسها تبدأ تكسر المبيدات في جسمها وأول ما تبدأ تكسرها في جسمها جسمها يبدأ يتعرف على المبيد وما عاد يتأثر فيها فكده كمان تبدأ تكتسب صفة المقاومة هذه متى تكون موجودة لما المبيدات يتم استخدامها بتركيز عشوائية أي مبيد يتم كتابة الجرعة الموصي بها على الغلاف من برا فالمفروض إنه إحنا ما نزيد ومفروض إن إحنا ما ننقص عشان ما يكون في مشاكل ثانية ممكن تطلع لي حشرات أقوى ممكن يكون في سلالات أقوى ممكن تطلع لي مشاكل ثانية أنا في غنى عنها Mutable resistance المقاومة المتعددة هي عبارة عن مجموعة مقاومات بتعملها الحشرة كل الهدف من المقاومة إنه هي تبدأ إيه؟ اه تبدأ تقلل من دخول المبيد لها تبعد المبيد عنها فالميوتابل resistance إنه هي تعمل أكثر من طريقة يعني بتعمل اه فينا هذه فينا بتعمل multiple آه كلاسز اوف pesticide بيدخلها cross ريزيستنس وبيدخلها البيا بيعمل ريزيستنس وبيدخلها كمان الميتابوليك ريزيستنس فهي بتستخدم اكثر من طريقه خلاص تحت مين الميوتاب ريزيستنس هل معقول الحشرات بتستخدم الميوتاب ريزيستنس ايوه كل ما كانت الحشره كبيره في السن كل ما اكتسبت خبرة كيف ممكن تكتسب المقاومة أو كيف ممكن تتصرف أول ما يبدأ سبحان الله المبيد يدخل جسمها. عندي البرمابيليتي عندي مقاومة شبه نفاذة هذا بيكون عن طريق الكيوتيكل حق الحشرة فالكيوتيكل زي بعض الحشرات اللي هو جليدها مرة متين الخنافس الصراصير هذه كلها تعتبر حشرات جليدها أو غمدها أو طبقتها الخارجية بتقلل تعمل سلوينج للبنتريشنز الاختراق البيستسايد الى داخل جسمها فالبيرمابيلتي ريزيستنس كده سهم عن طريق الكيوتيكل حق الحشره هي تقلل من دخول المبيد عبر الكيوتيكل حقها تكنيكال ريزيستنس هذا لما نبدا المبيد زي ما قلنا في الميتابوليك ريزيستنس يدخل لجسمها ويبدا يتكسر عن طريق مجموعه من الانزيمات بعد كده يبدا يدخل في الدي ان اي حقها فالتكنيكال ريزيستنس هو عبارة عن جينيتك تشينج خلاص لما تبدأ تتكاثر الحشرة للمرة الثانية صفة المقاومة موجودة في الدي ان اي حقه فمستحيل الجيل الجديد او السكند جينيريشن يتأثر بالمبيد هذا اللي انتم قاعدين تستخدموه مثلا طول السنة فالتكنيكال ريزيستنس يكون المبيد دخل في الدي ان اي وبدأت تعطيني حشرات أو اوف سبرينج أو سكند جينيريشنز في له صفة المقاومة هذا سلايد والسلايد اللي بعده، حاولوا انكم تفرقوا بينه، السلايد هذا يتكلم على some practices بعض الشغلات اللي احنا بنعملها وبتخلي صفة المقاومة تظهر، احنا كبشر بنعملها اللي هي واحد استمرار خلاص تكرار استخدام نفس المبيد على نفس الآفة، المفروض المبيد كل ثلاثة شهور يتغير. فأنا استمرار استخدام المبيد على نفس الآفة طول السنة هذا مح يعني ما حيخلي المبيد يشتغل على الآفة وبالتالي حتبدأ حتب تكتسب صفة المقاومة هذا واحد اثنين أنا ببدأ أستخدم خلاص اللور Higher Concentration دوز بمعنى ما أستخدم Recommended لا أبدأ أستخدم بشكل عشوائي أستخدم تراكيز منخفضة تراكيز مخففة تراكيز مركزة فهنا ما بيكون في استخدام الجرعة الموصلية هذا اثنين اثنين عفوا ثلاثة لو كان عندي منطقة مثلا زراعية وفيها مجموعة من المن أنا حأبخ منطقة وأترك منطقة هذا الشيء اللي حيخلي مجموعة من الحشرات تنتشر في مناطق ثانية أو إني أستخدم مثلا تركيز قليلة في نفس المنطقة غير عن بقية المناطق هذه كمان حيخلي الحشرات تكتسب صفة مقاومة فأنا يكون عندي بور كفرج في ضعف في تغطية المساحة والمنطقة اللي أنا بعامل فيها المبيد كمان آه سوء استخدام المبيدات الكيميائيه خلاص كمان عندي ايش بدل ما انا آه اكافح الطور اليرقي بالمبيد للطور اليرقي لا ابدا استخدم مبيد للطور الادلت فلازم يكون في استخدام اطوار اليرقيه لها مبيدات الاطوار الادلت كمان لها مبيدات هذه كلها براكتسز غلط احنا بنعملها طب ايش الاشياء اللي بتعملها الحشره عشان هي تكتسب صفه المقاومه هي كمان لازم تحمي نفسها أول حاجة في سبحان الله طريقة إنه الحشرة تبدأ آه تتحكم في دخول المبيد، دخول المبيد كل ما كان المبيد مخفف بطريقة صحيحة كل ما دخل جسم الحشرة أسرع، هذا كيف مثاله؟ لما يعني يكون عندي عصير فرولا ثقيل وخفيف، ويكون عندي قطعة شاش، الخفيف حيمر من الشاش، التقيل ما حيمر. المبيدات بنفس الطريقه المبيدات الثقيله زي الفرولة الثقيله ما حتمر من الشاش حق الـ او ما حتمر من جسم الحشره كل ما كانت المبيدات مخففه بطريقه صحيحه مش مره مخففه لا مخففه بالطريقه الصحيحه او بالتركيز الموصى به راح يدخل الى داخل جسم الحشره بسرعه فانا عندي سرعه دخول المبيد خلاص اما انها تكون مبيدات آه ثقيله فيكون دخولها جدا بطيء او انها تكون سبحان الله خفيفة ودخول المبيد يكون جدا سريع طيب هذه حركة ممكن تتحكم فيها الحشرات طيب في عندي سرعة تخلص الحشرات من هذا المبيد في اكثر من طريقة زي ما قلنا وال اللي هو permeability بيرميابل هذه كلها سلوكيات ممكن تخرج فيها الحشرة المبيد من جسمها قبل ما يدخل الى الداخل طيب في بعض الحشرات لما تجيها تراكيز منخفضة من المبيدات تبدأ تكسرها وتبدأ تخزنها داخل الأنسجة الدهنية داخل جسمها. فيبدأ يدخل المبيد اللي داخل جسمها وإذا تعرضت للمبيد للمرة الثانية ما عاد يأثر عليها. فهي مخزنة المبيد داخل بعض الأنسجة في جسمها ومثال الأنسجة اللي هي الأنسجة الدهنية. طيب، آه في كمان آه بعض الحشرات تبدأ تكسر هذه المركبات خلاص مو بس تخزنها هنا تعمل ستورج في بعض الحشرات تبدا تكسر هذه المبيدات لو كانت تركيزها عالي ممكن تاخذ المبيد وتكسره الى وحدات صغيره او نون توكسيك كومباوند وتبدا تخزنها داخل جسمها اذا تعرضت للمبيد للمره الثانيه مستحيل ان هي تتاثر فيه فهذه كلها سلوكيات بتقوم فيها الحشره الهدف منها ان هي تبدا تقلل من دخول المبيد لداخل جسمها فبالتالي بيكون عندها مقاومة طيب إيفوليوشن تطور المقاومة بمعنى أن هي تبدأ تدخل في الجيناتيك حقتها بعد كده تبدأ تكتسب صفة المقاومة وتبدأ تنقلها من جيل إلى جيل طيب في عندي ثلاثة عوامل خلاص بتطور لي من المقاومة اللي ممكن تكتسبها الحشرة في عندي بيولوجيكال ايجنت أشياء طبيعية جينيتك ايجنت موجودة في الحشرة وعندي اوبريشنال فاكتورز اللي هي آه عوامل البشر بيعملوها بطريقة خاطئة. طيب نشوف أول واحدة. البيولوجيكال ايجنت المقصود في السلايدات الجاية الثلاثة إنه في أشياء إحنا بنعملها بيزيد من صفة المقاومة أو إنه بيقلل من صفة المقاومة. فأنا عندي حجم الحشرات خلاص أو حجم مجموعة الحشرات. كل ما كان عندي ألف حشرة وبخيتها في بخيتها بمبيت حيطلع لي منها مثلا 500 حشره فيها صفه مقاومه غير لما يكون عندي حشرتين وبخيتهم فالتركيز يكون عليهم فكلهم بيموتوا فكل ما زاد السايز حق الانسكت جروب كل ما كان عندي صفات مقاومه او حشرات بتطلع فيها صفه مقاومه اكثر اوكي ريبرودكتيف كومبتنسي بمعنى الكفاءه التناسليه كل ما كانت الحشره تعطيني عدد اجيال في البيضه الواحده كل ما كانت بتنتج لي حشرات فيهم صفة مقاومة أكثر. يعني حشرة بتعطيني كيس بيض فيه لنفرض 30 بيضة، 30 حشرة زي الصبصور الصرصور الأمريكي بيعطيني كيس بيض أثيكا فيه 16 صرصور. خلاص؟ الألماني بيعطيني كيس بيض أثيكا فيه 40 صرصور. مين طبيعي لما أبخهم يعطوني صفة مقاومة أكثر؟ الصرصور الألماني اللي عنده أربعين صرصور بيطلع لي من البيضة حقته لما أجي بخه ممكن يطلع لي منهم عشرة عشرين خمسة وعشرين مثلا صرصار فيهم صفة المقاومة لكن مثلا كيس البيض الصرصور الأمريكي فيه ستة عشر كان ممكن يطلع لي حشرة فيها صفة مقاومة نفضل إنه يكون عندي ثلاثة فكل ما كانت الكفاءة التناسلية عالية كل ما أعطتني حشرات فيها صفة مقاومة أكثر. number of generation per year الحشرة اللي تعطيني بيض في السنة مو زي الحشرة اللي تعطيني كل شهر في السنة، فكل ما زاد الجنريشن حق الحشرات كل ما كل ما أعطاني اللي هي صفات المقاومة في الحشرات الجديدة بشكل أكبر. تايب أوف ريبرودكشن بشكل عام الحشرات تتكاثر بطريقتين سكشولي وآسكشولي، كيف بتكون طريقة لا جنسية؟ في عند الحشرات حاجة نسميها بالتوالد العذري أو البكري. هي بتعطيني أجنة وبتعطيني كمان في الأخير حشرات هي زي التكاثر الجنسي لكن الأنثى ما بتتلقح من الذكر خلاص فعندها حاجة سموها بالتوالد العذري أو التوالد البكري بأنه الحشرة لو ما تلقحت هتحط لي بيض كله إناث إيش يعني إناث؟ يعني كروموسومات حقتها XX لو تلقحت هتحط لي كروموسومات XY لما تتلقح من الذكر، فأنا عندي التكاثر الجنسي اللي هو عادي، التكاثر اللا جنسي اللي هو عن طريق التوالد البكر والعذري، كلهم الاثنين بيعطوني كمان صفة مقاومة. طيب، ذا سبريد أوف ذا insect انتشار الحشرة، كل ما كانت الحشرة منتشرة في كل مكان خلاص آه في الأرض في الهواء في التربة كل ما كانت بتعطيني كمان حشرات صفة المقاومة فيها بشكل أكبر غير لما تكون عندي مثلا بس حشرة موجودة في التربة. لما تكون مثلا موجودة في التربة أنا أقدر أكافحها وهي في التربة في مكان واحد، بس لما تكون موزعة في أكثر من مكان لا حيكون صعب وحيكون في حشرات بتطلع لها صفة مقاومة بشكل أكبر. ندخل على الجيناتيك فاكتورز، عوامل موجودة في الحشرة نفسها. وجود جين المقاومة، جين المقاومة هذا لو انوجد في الحشرة هذا حيعطيني أجيال تحتوي على صفة المقاومة بشكل أكبر. فوجوده يعطي قوة إن الحشرات الناتجة فيها صفة مقاومة. طيب عدد resistance mechanisms في البداية أنا قلت كل ما كانت الحشرة كبيرة في السن كل ما اكتسبت أكثر من طريقة أو أكثر من سلوك وتعلمت فيه طرق مختلفة للمقاومة فكل ما كانت الحشرة كبيرة كان عندها أكثر من ميكانيزم خلاص كل ما كانت الحشرة صغيرة لا كان عدد الميكانيزم عندها أقل طيب the dominance dominance of the resistance gene إذا كان عندي الجين حق المقاومة في الحشرة كان سائد dominance بدل ما يكون recessive اللي هو متنحي كل ما كان صفة المقاومة كمان حتبدأ تظهر بشكل أكبر dominant يعني جين سائد فحيطلع في كل الأجيال اللي هي ممكن تجيبها آ, بعد ما تتزاوج طيب الجوينت resistance هي نفسها الكروس resistance بمعنى لو الأم تعرضت لواحد مبيد لمجموعة من المبيدات فيها نفس المركب حتبدأ تتعرف على كل المبيدات اللي فيها هذا المركب فالجوينت ريزيستنس هي نفسها حطوا جنبها زائد للكروس ريزيستنس آخر حاجة عندي Operational فاكتورز عوامل إحنا بنعملها بتسبب مشاكل في ظهور صفة المقاومة في الحشرات أول حاجة The extent of pesticide activity إذا أنا أستخدم المبيد في مكان واحد خلاص حينتج لحشرات صفه المقاومه حقتها قليله لكن المبيد نفسه بستخدمه في المويه وفي التربه وفي الهواء وباب البيت وجوه البيت فطبيعي انه يعطيني حشرات فيها صفه مقاومه اكثر فكل ما كان في انتشار في استخدام المبيد نفسه كل ما كان في زياده في صفه المقاومه معدل استخدام المبيد لازم يكون المعدل في حدود ثلاثة شهور بعد كده يبدأ يتغير المبيد إذا والله في تكرار لنفس المبيد لفترات طويلة كمان هذا حيبدأ لي صفة المقاومة في الحشرات، فلازم يكون في الصفة اللي هي الجرعة الموصي بها في استخدام المبيد، كل ثلاثة شهور، كل شهر، كل أسبوع، لازم يكون مكتوب على روشته كم أنا ممكن أستخدم هذا المبيد. (systematic pesticide) المبيدات الجه... اللي تبدأ تتحكم في السيستمز حق الحشرة. كل ما كان عندي المبيد مرة ممتاز كل ما أتحكم أو إنه أثر على أكثر من سيستم في الحشرة يعني نستخدم مبيد يأثر على الجهاز الهضمي ويأثر على الكيوتيكل والجهاز التنفسي والجهاز العصبي ممتاز فكده أنا له للحشرة ويقللي من صفة المقاومة repetition of treatment عدد التكرارات كل ما كانت التكرارات بالعدد فيه كل ما كان عدد المقاومه اقل في الحشرات الناتجه كل ما كان التكرار عشوائي كل ما ظهرت عندي حشرات فيها صفة مقاومة أكبر The different stage of the insect كل ما كانت الحشرة لها أكثر من طور كل ما كان صعب إنه إحنا نبدأ نتحكم في الطور ده فأنا بدل ما يكون عندي الحشرة خلاص في طور في الموية مثل زي البعوض في طور في الموية وفي طور موجود مثلا في الهواء والبيض كمان موجود في الموية فانا بدل ما اركز على شغله واحده يا مويا يا هوا لا ابدا اركز على اكثر من شغله اللي هي اكثر من شغله شغلتين فبالتالي يكون في صعب في طريقه المقاومه اخر حاجه stability of the هل المبيد عندي بيتكسر بمجرد ما ابخه ولا لا ممكن يقعد عندي مثلا ثلاثة أربع شهور هل يتكسر بي الناتشورال فاكتورز بالرطوبة بالشمس بالأمطار ولا لا إنه يكون الاستابيليتي عنده مرة عالية فكل ما كانت الاستابيليتي عالية عند المبيد كل ما كان أفضل في, الـ في الكنترول خلاص وكل ما ايه كل ما كان له تأثير أكبر على الحشرات وهذا بالنسبة لي محاضرة رقم عشرة إن شاء الله تكون كده بسيطة ومختصرة بالنسبة لكم